من أجل أن نعلي الصوت عالياً ضد الاحتكار وضد الجشع وضد الاستغلال، ومن أجل مطالبة الحكومة بالتدخل لحماية المستهلك وخفض الأسعار في ظل هذا الارتفاع الباهظ للأسعار. باسم جمعيات ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني والمؤسسات الشريكة وكل من جاء اليوم والغرفة التجارية ووزارة الاقتصاد وكل الجهات الشريكة التي حضرت والإغاثة الزراعية والأحزاب والقوى والفصائل، نرحب بكم في يوم المستهلك. نحن اليوم نبدأ فعالياتنا من نابلس، من هذه المحافظة الصامدة، لنقول أنه يجب حماية المستهلك ويجب أن يكون هناك سياسات وطنية لحماية المستهلك من الاستغلال والجشع والاحتكار.